طلع عليك ابو حمر يا حمر تراب، اجي نقول لك مول الروح فنات، تعال نعيد لك مجرالية السنين والتباتة الرجل والزعانة. اخويا كتنطبق كلمات هذه الاغنية الغوالية على الشيخ خالد الجامعي. تاريخيا الجامعي لا يكون مع النظام ومع القصر في المناصب العليا واللي يشدوا المعارضة وريحوا لها الارض 100%، لكن الشيخ خالد الجامعي حالة خاصة، متمرد مليون في المية وحالة إنسانية مغربية نادرة بالطيبوبة وبالغضب اللي فيه وبحبه الكبير لبلاد البلاد. كيف ضرب بلا خوف وكيكتب بلا تخبية وكيقول بلا خوف الحزب الوحيد اللي في المغرب هو حزب المخزن. في كل مرة كيكتب كيجلب راسه صداع الراس، اختار الكتابة ومزاولة مهنة الصحافة وما بغاش يكتب، ما بغاش يبقى مكاتب مكيفة ديال 5 النجوم بالعاصمة الرباط ويبيع حنكو السلطة. راقب السلطة وهو شاد فراج ديال المرض وظل يستقبل الصحفيين بشقته المتواضعة بالرباط بابتسامة ساطعة تخفي تعب السنين وضمور القلب ومقاومة المرض اللعين ببسالة. هو الصحفي خالد الجامعي اللي توفي عن عمر 73 سنة يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021. شكون هو؟ كيفاش دايره المواقف ديالو؟ خالد بدا المسار المهني ديالو كموظف وزارة الثقافة، شوية هو قرر يخلي المكاتب المكيفة وينزل الصحافة وبقى متشبث بها حتى آخر نهار في حياته، حيت عيط طولو عطاه الصفحة الثقافية جريدة لوبانيون التابعة لحزب الاستقلال، وكان في اللجنة التنفيذية لنفس الحزب، ودائما كان الصداع والروينة في المحط رجله، وتعرض لأول مرة للاعتقال خلال 1973 بعد ما نشر صورة الأمير مولاي رشيد قرب طفل متسول بأحد شوارع الرباط دوز فيها واحد البركة ديال الحبس 6 شهور، وكانت بسبب قدم اليسار كيف ما قال في المذكرة ديالو متهم حتى تثبت إدانته. بعد تجربة السجن وخرج اللي دوزها بمرارة، تمنع خالد من مزاولة الصحافة وعانى معاناة شديدة وبزاف فضربت الفطرة وتسدوا عليه البيبان في وجهه، ورجع بعد مدة إلى جريدة لوبينيون أواخر السبعينات حيث تكلف بالصفحة الدولية وكان متخصص في قضايا الشرق الأوسط، زعما يبعد واحد شوية على الصداع. وكان خالد الجامعي مقرب من جبهة التحرير الفلسطينية، كان الرحيل صديق مقرب من خليل الوزير أبو جهاد وهاني الحسن الذي يعتبر الراعي الأول لمؤسسي لحركة الفتح الفلسطينية. ومن خليل الوزير تعين سفير لفلسطين في إيران، انتقل خليل الجامعي إلى طهران لتغطية أحداث الثورة الإيرانية، وكان أول صحفي مغربي يغطي هذا الحدث البارز عام 1979. خالد الجامعي كان قريب بزاف من قيادة جبهة التحرير الفلسطينية، وطلبت هذه الأخيرة من حزب الاستقلال المغربي باش تصدر صفحة خاصة على أشغال الجبهة، وكيتكلف خالد الجامعي شخصيا بها. كان خالد الجامعي أول صحفي عربي يحاور جنرال إسرائيلي خلال الاجتياح الإسرائيلي جنوب لبنان عام 1982. كان عنده اتصالات قوية مع القيادات الفلسطينية، رتبت اللقاء مع الجنرال ماجور في صفوف الجيش الإسرائيلي ميتي بيل، وتم اللقاء بباريس سنة 1982. وحسب ولده بوكر الجامعي اللقاء تم بطلب من ياسر عرفات شخصيا. تعرض الصحفي خالد الجامعي بعد نشر الحوار لحملة شديدة من الانتقادات العنيفة، وصفوه بالمشجع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بسبب المقابلة التي أجراها مع الجنرال بليد لغير مواقفه، أصبح يؤمن فكرة السلام. من أكثر التحديات والصعاب اللي واجهت خالد الجامعي مقال تحرير نقدي مجهد زايد لادوس، فيه بزاف تناول فيه بعض الجوانب السياسية والداخلية المغرب والبلاد، ورفض فكرة التعدد الحزبية الوهمية، وقال بأن الحزب الوحيد اللي هو حزب المخزن، وغضب عليه إدريس البصري وزير الداخلية. بعد ما تنشر المقال ونادت الروينة، اتصل إدريس البصري بالجامعة وطلب منه يجي للمكتب عنده بالزربة، ولما دخل خالد الجامعي المكتب قال لي البصري بأن ما جاء في المقال واسع ماشي مزيان، وزاد الرجل القوي فهد الحسن الثاني كيوبخو أشكون أنت؟ حس الجامعي بهذا الواقعة بالحقرة بزاف، من الإخراج طال عليه الدم ويكتب الرسالة الشهيرة
اشكون انت اللي طار درجه كبيره وتعاطف كبير مع الصحفي خالد الجامعي بعد انسحاب ادريس البصري من الحياه السياسيه وهرب لباريس. التقى بوكر الجامعي ولده وزير الداخليه الاسبق في باريس وناقش معه مضمون المحادثه اللي جمعته بالوالد ديالو في المكتب ديالو. قال ليه البصري باك راه ظلمني بزاف. خالد الجامعي رغم المواقف والمعارضه ديالو اشتغل مده قصيره مع عالي الهمه ملي كان في وزاره الداخليه وناض عليه الحال من هنا ومن لهيه وقالوا ليه اش هذا الشيء اللي كدير. ثم اشتغل يعني من الاقلام الجميله في جريده لو جورنال والصحيفه اللي اسسها ولد بوكر الجامعي. خالد الجامعي من مواليد 1948 زمن النكبه العربيه ظل هاز بزاف ديال الهموم بسيط في لباس وفضرته ومتواضع ومدافع عن البسطاء والفقراء والمهمشين. خلى اربعه ديال الدراري بوكر حموده غيتا وساره. الصحفي خالد الجامعي كيعتبر لو يعتبر من خير الصحفيين المغاربه. خلى بصمه واضحه في الصحافه المغربيه بالمواقف ديالو والتصريحات الناريه ديالو وفي نقد السلطه وما باعش حنكو وداز من الصحافه الحزبيه للصحافه المستقله ومن المؤسسين ديال الصحافه المستقله واعتبر بان الصحافه اداه من ادوات الالتزام بقضايا الشعب والوطن. السي خالد الجامعي رحمه الله كان صحفي لامع وشجاع وصادق كان عاشق لهذ البلاد وكيموت عليها وبغى ليها الخير حتى مول الامانه دامنتو.